السلام عليكم. دلوقتي نشوف مع بعض برنامج اسمه رابط ماينر. ده برنامج بينقب عن البيانات، يعني بينقب عن البيانات، يعني انا عندي بيانات كتير جدا، فانا بستخدم الداتا مايننج ان هو يديني المعلومات اللي انا محتاجها. ممكن عندي مليون عميل، فانا محتاج اعرف اني اللي انا المفروض ان انا اتكلم معاه او ان انا اهتم بيه. تمام. طيب اول ما نبدا بيقول انت عايز تبدا بلانك بروسيس، مفيش حاجه خالص، ولا تربو، ولا اوتو موديل، وفي تمبليت كتير موجود بالشكل دوت. انا اقول له عايز ابدا جديد خالص. هنا بنلاقي قواعد البيانات اللي انا ممكن استخدمها، وممكن تقول له انا عندي قاعده بيانات عايز ادخلها اكسل مثلا، فتبدا ان انت تفتح حاجه موجوده عندك. طيب عايز اقول له ان انا اعمل الريبليس للميسنج values بالشكل ده. بلاقي هنا البيانات دي، الجدول ده ممكن اخده وادخله هنا. تمام. ده الرول، النيم، التايب، الرينج، وهكذا. طيب بعد كده عايز اقول له هنا كل واحد فيهم متوقف عليهم، بيبدأ يقول لي البارامتر اللي فيها. فممكن اقول له لا، ده انا عايز بس ايه القيم سنجل، السبسيت، الفاليو تايب، وهكذا. طيب ممكن اجي بعد كده اقول له انا عايز ديتكت اوت لينير ديستانس بالشكل ده. طيب هنا منتظر ان انا اخد المعلومات. طيب بعد ما باخد المعلومات بقى بقول له طلع لي النتيجة بالشكل ده. كل واحدة من دول تقف عليها يجيب لك البارامتر الموجود فيها، تقدر تعدل فيها. مثلا هنا نمبر اوف نايزر بور، عدد الجيران اللي حواليه، نمبر اوف اوتلايرز، تقدر تغير القيم ديت. الفانكشن ممكن تغير الفانكشن اللي انت تشتغل بيها، وهنا الهيلب كل واحده منهم بيشرح لك بتعمل ايه. طيب بعد كده لازم تقول له تشغيل. فاول ما تعمل تشغيل بيبدا يدخل في الريزولت، وهنا في فلتر هو موجود تبدا تختار منه. وممكن هنا تبدا تشوف الاستاتكس بتاعتك، ممكن تشوف الفيجوالايز للمعلومات ديت، التوزيع بالشكل دوت بلوت تايب، ممكن تختار شكل اخر. فده بيساعدك على التنبؤ بالمبيعات بتاعتك بكل حاجة، يعني ده بيساعدك بشكل خطير. وتقدر تغير انت اي البيانات اللي انت عايزها، الاتريبيوتس اللي انت عايز تعمل معاها، والاكس ال واي. وهنا النوتيشن بيديك السورس، وممكن تضيف انوتيشن تاني. هنا بيعرض برضو المعلومات، ممكن تستخدم بيفوت زي ما كنا بنعمل في الاكسل. اوتو موديل ببدا بقى اديله قاعده البيانات اللي انا عايزها واقول له نكست. طب يقول لي انت عايز البيانات دي بريدكت، تنبأ، ولا كلاسترز، تحط المتشابهات مع بعض في جروب، ولا اوتلاير. تمام. فانت تبدا تشوف، وبعد كده تقول له نكست. التارجت بتاعك النكست، الموديل تايب اللي انت هتشتغل عليه، كي مينز ولا اكس مينز كلاستر، وتقول له رن. فهو بيبدا يعمل لك الموديل بتاعك. الموديل ده هيبقى موجود معاك في اي داتا بعد كده تبقى جاهزه يعمل لك عليها التحليل بتاعتك. فهو بيعمل لك السمري للكي ماينز بالشكل دوت، وتقدر تقول له كلاستر تري للبيانات اللي انت محتاجها لتحليل الداتا دي. الحاجات دي كانت بتتم بالبرمجه، وكانت بتاخد وقت كتير جدا، لكن مع البرنامج دوت وبرامج تانيه بنشرحها في الجامعه العربيه بتلاقي الموضوع بسيط جدا وسهل جدا، ومفيش اكواد بتتكتب.